جبهة اليسرى دخل للقلب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثانية أجي على طول، حمزة يطلع مهدي صاحب التمريرة الدليفري، التمريرة الأسيست اللي نتج عنها الهدف الثاني. أدي مهدي يا ولد عدى وفد ولد وركل الجزاء. وزكريا ده كان مستخبي فين؟ ولد 10/10، قلت لحضراتكم سحوا فسحوا ودلعوا. ادي الترقيصة واحدة والتانية ملقاش حل. اللاعب كولونوف مع محمد مهدي الا بنهوئين. ادي الكرة الامامية عبد الرحمن يحطها حلوة ليه. ادي كرة عرضية ترجع له مرة تانية في مكان خطير. وادي كرة حلوة، جول 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 جول. الكرة الامامية لكن التواجد من احمد يقطع يحطها امامية. ادي انطلاقة حلوة جدا جدا لمنتخب اليمن ومشروع محمد ابراهيم يلعبها قصيرة. ودي الكرة العرضية ودي راسية حلوة. تاني مرة ادي زكريا عمل انتعاشة، عنده شخصية وعنده جرأة، بيحاول يعدي وبيقاوح. وتهيا الدين وزع للامام، ينطلق محمد مهدي العامل شارع باسمه في الجبهة اليسرى، دخل للقلب وعايز يسدد، بترتد مرة تانية. يعيني على التمريرة، هل نشوف نهاية؟